السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف حالك شيخ صالح؟ طيب. شيخ الله يحفظك يبارك فيك، انتشر في يعني الشبكة العنكبوتية عنكم أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول أن معنى العذر بالجهل الشرك الأكبر لمن مات قبل قيام الحجة ممن ينتسب للإسلام هو ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد الإسلام، أن الشيخ يجوز الترحم على هذا المعين وأنه يعامل معاملة المسلم ما دام أنه لم تقم عليه الحجة. والله الشيخ أنا يروج هذا عنكم اثنان يعني بشدة، ماهر بن ظافر القحطاني ومزمل الفقيري بارك الله فيك. هذا ما قلت أنا، هذا كذب. يعني الشيخ أنا تنصح الأخذ العلم بأمثال هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأقوال؟ الشيخ تقوى بارك الله فيك.